تفضل الو. تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام. تفضل سؤالك. اتفضل. شيخ ولي. ان لم اصلي بالقران المحرف هل علي ذنب؟ القران المحرف. ان لم اصلي بالقران المحرف هل علي ذنب؟ الصلاة بالقران ليس القران كلام حلال رسول الله حلال وحرام رسول الله حرام موجود في القران الكريم. انا دلوقتي في 500,000 كافر 550,000 كافر الان يقولون بتحريف القران، فانا مشيت معهم وقلت ان القران محرف تمام، فهل يجوز لي الا اقرا هذا القران المحرف في صلاتي؟ يعني انا خجلت بصراحه، يعني ازاي ادخل الصلاه واصلي بقران محرف؟ يعني شلون يعني؟ عندكم القران محرف. بص ادي عمر بن الخطاب يقول ان سوره التوبه. ماشي يا عم، عمر بن الخطاب قال بتحريف القران على عهد رسول الله. عمر بن الخطاب قال بتحريف القران وعائشه قالت بتحريف القران، وما زال السؤال قائم. لو انا سالت معمم الان هل لي انا كراجل مسلم اصلي بقران محرف ام امتنع عنه؟ يعني انا امتنعت عن القراءه بالقران المحرف في صلاتي، هل اثم؟ لا يوجد اثم في هذا القران. هذا يعني القرآن لو ما صليتش بيه ينفع ما صليش بيه؟ يعني اسمعني بس وتعالى. حضرتك ينفع ما صليش بيه؟ يعني ينفع ادخل الصلاه وما صليش بيه لانه محرف؟ ولا لا ما ينفع ما ينفع ما ينفع ما ينفع لابد يعني لابد اصلي بالقران المحرف. القران المحرف عن شنو؟ هنالك ايات عن المنافقين، هنالك ايات تخص اهل البيت لا توجد في القران. لازم الشيء يلف ويدور. لا يا عم خلاص، انتم اقنعتمونا انتم اقنعتمونا ان القران محرف، فشلون اصلي بقران محرف؟ شلون؟ القران ليس محرف، اللي بين ايدينا ليس فيه تحريف، لكن هنالك ايات نقر ليس فيه تحريف. حلو، وصلنا، احنا وصلنا مرحله جميله. يعني القران الذي بين ايدينا ليس بمحرف ولكنه ناقص. نعم. حلو. الآن عندكم قاعدة برد كلام المعصوم إلى القرآن، كيف نرد كلام المعصوم على قرآن ناقص؟ إزاي؟ ما المفروض إن أنا أرد الكامل. يعني أنا أرد الكلام لكامل. ولا مش مظبوط؟ كلام المعصوم يرد على القرآن الذي ما هو ناقص. يبقى اذا انا لو جيت دلوقتي ارد كلام المعصوم للقران لازم يكون كامل، لان انا مثلا دلوقتي ممكن المعصوم يقول كلام ويكون من الكلام الناقص، فازاي هرده للكلام ناقص؟ يا شيخ وليد، يا شيخ وليد، هنالك ايات هنالك ايات تتكلم عن المنافقين، وهنالك ايات تنص بتنصيب الامام علي عليه السلام خليفه بعد رسول الله، هذه ليس موجوده في القران. حلو، ماشي يا عم، مشيت معاك. ليس فيها اسمعني إشكال. بس اسمعني بس، واحده واحده، خلينا عقلاء. دلوقتي في ايات عن المنافقين مش موجوده دلوقتي في القران، وايات عن محبه اهل البيت برضه مش موجوده في القران، وايات عن ولايه علي بن ابي طالب الان مش موجوده في كتاب الله. فين بقى الايات دي دلوقتي؟ موجوده فين؟ هذا موجود في القرآن الموجود اللي أمير المؤمنين علي بن طالب أول ما إجا لهم قالوا هذا كتاب الله، قال لا حاجة لنا في كتاب في هذا يا عم الكتاب. خلاص دلوقتي لما قالوا له لا حاجة لنا به، هو لا بقى وداه فين؟ يعني سيدنا علي، سيدنا علي عندكم ودى الحاجات دي فين؟ يعني ودى الآيات دي فين؟ هذا الكتاب محفوظ مع الامام المهدي عبد الله الشريف. حلو، وصلنا والله العظيم وصلنا. يبقى اسمعني بس، اسمعني. يبقى اذا علي بن ابي طالب عندكم خاف على ايات النفاق، وخاف على ايات ايه؟ على الايات اللي فيها ولايته، صح؟ وخاف على الروايات التي فيها محبه اهل البيت،
فجمعهم كلهم وعطاهم للمهدي، ماشي صح كده؟ نعم حلو قوي. طيب جميل قوي. الآن هناك أحاديث عندكم بولاية علي وبمحبة علي وبأسماء المنافقين، فليه ما أخفاش مع القرآن؟ بوم. أحاديث هذه أحاديث لم تخفى عند الصحابة الموجودة. بوم. أحاديث مذكورة. ليه ما خافش عليها وحطها مع القرآن؟ هذه البوم إلك، هذه البوم إلك. ليه ما خافش على الأحاديث؟ ليه ما خافش على الأحاديث إنها تحرف؟ جمعه عثمان بن عفان. يا عم ليه؟ أنا سيبك من الأسماء، أنا ليه الأحاديث دي اللي فيها أسماء المنافقين والولاية ومحبة أهل البيت ليه ما أخفهاش؟ ما السبب واحد؟ هذه لم تكن اسمعني يا شيخ، هذه لم تكن فقط وبارك الله عليه السلام، هذه الاحاديث حديث رسول الله عند الصحابه فاضاحوا بها، ومنهم من كتمها ومنهم ابو هريره. يا عمي انا ماليش دعوه دلوقتي بابو هريره، مالكش دعوه باهل السنه يا جماعه، انا بتكلم عن الروايات اللي موجوده في الكتب الشيعيه. حضرتك انا بتكلم يا استاذ ما تاخدنيش في منطقه ثانيه لاني مش هروح معاك. الآن هناك روايات بولاية علي بن أبي طالب، اسمعني الآن هناك روايات بولاية علي بن أبي طالب في كتب الشيعة، روايات بمحبة أهل البيت في كتب الشيعة، روايات بأسماء المنافقين في كتب الشيعة، فلماذا علي بن أبي طالب خاف على القرآن ولم يخف على هذه الروايات وبعتها مع المهدي؟ هذا كلام الله علي بن أبي طالب حفظه، وإنما هذه الأحاديث في موجودة في صدور الصحابة. يا عم موجودة، بقول لك في كتب الشيعة، تقول لي موجودة في صدور الصحابة؟ أنا بقول لك على أحاديث، اسمعني بس، مش هناك. لا يا أستاذ، بس يا أستاذ ما تتجاهل شيء، ما تعملش نفسك جاهل وترد في منطقة تانية. الآن في كتب الشيعة أحاديث بأسماء المنافقين، وأحاديث بمحبة أهل البيت، وأحاديث بولاية أهل البيت، لماذا علي بن أبي طالب لم يخف، ما خافش على الرواية دي وخلاها في الكتب ونطق بها وخاف إن هو يطلع القرآن؟ إشلون؟ ما الداعي لتحريف الرواية دي؟ هو الداعي لتحريف الأحاديث، فلماذا لم يخاف أن يطلع الناس على الأحاديث وخاف أن يطلع الناس على القرآن الكريم؟ كمل الكلام. هذا كتاب الله الموجود عند الإمام المهدي عجل الله فرج الشريف، لا يضر بالنسبة لنا أن نتعبد في هذا القرآن الذي بين أيدينا، لا يوجد فيه في عند الإمام المهدي نفس الحلال نفس الحرام نفس الصلاة نفس الزكاة نفس الأمور التعبدية موجودة في هذا القرآن، فلا يضر بالنسبة لنا. هنالك آيات تتكلم عن المنافقين وتتكلم عن محبة أهل البيت وولاياتهم، هذه غير موجودة في القرآن الكريم الذي بين أيدينا، فلا يضر في التعبد في هذا القرآن الكريم. وهنالك أحاديث، ومنهم حذيفة الذي أخفى أسماء المنافقين، وهذا موجودة في كتبكم، وكان يستخدم التقية مع عمر. يا عم بص أسألك سؤال واحد أخير ينهي المسألة دي بدل الحشي ده كله. طبعا. سؤال واحد أخير بس. طبعا. تمام. الآن أنا كراجل مسلم وقبلية مثلا بتحوالي 1300 سنة، ال 1300 سنة دول كان فيهم بشر، البشر دول اتولدوا وماتوا ولم يعلموا بأسماء المنافقين، ولم يعلموا بالروايات التي فيها محبة أهل البيت، ولم يعلموا بولاية علي بن أبي طالب من القرآن الكريم. تمام. هل يضرهم هذا الأمر؟ هل يضرهم؟ لا يضر. الحمد لله رب العالمين. أسقط العقيدة بتاعته. لا يضر. أسقط العقيدة بتاعته. العقيدة. بغباء أسقط العقيدة بتاعته. السؤال خلاه يسقط العقيدة بتاعته. يبقى إذن اسمعني إذن يا أخوان اسمعني بس، ما تلوش، ما تغلوش، ما تغلوش، خلاص سقطت، خلاص سقطت، خلاص سقطت، خلاص
خلاص سقطته والله سقطته، اسقطت العقيده بتاعتك خلاص. لا لا انت انت كيفك اسقطت العقيده بتاعتك خلاص، انت سقطتها خلاص سقطت والله سقطت خلاص. شكرا ليك شكرا ليك عشان نفهم الناس السؤال. سالت سؤال، الان في 1300 سنة ما بينهم ناس، ناس اتولدت وناس ماتت ولم يروا آيات الولاية ولا آيات محبة أهل البيت ولا المنافقين اللي مش مفروض إنهم موجودين في كتاب الله، ما شافوش الكلام دوت. هل عليهم ذنب؟ هل عليهم إثم؟ لا لا. ليه؟ لأنها مش موجودة في القرآن. صح، ما يستطيع أنه يعتمد على الأحاديث، ما يستطيع يقول لك لا في احاديث. طب اذا كان في احاديث يبقى اذا لماذا تقولون انه اخفى حفاظا عليه؟ يبقى كده خلاص لا يضر احد، لا يضر احد عدم معرفه اسماء المنافقين، لا يضر احد عدم معرفه الولايه مع مين لانها مش موجوده في القران، لا يضر احد معرفه حتى كمان محبه اهل البيت. يعني شوف سبحان الله، عقيدة أساسا لا تستقيم، مفيش، ما خلاص، ما الحجة مخفية، الحجة مش موجودة. يبقى إذن لن يحاسبنا الله عز وجل على ولاية علي بن أبي طالب. واحد يجي يقول لك لا ولاية علي بن أبي طالب موجودة في السنة، نقول له إذا كانت السنة الآن هي الضابطة فعلى ما ضبطت، يعني إذا كانت السنة دلوقتي هي المحور فعلى ما ضبطت؟ هيقول لك ضبطت على القرآن الكريم. طب القرآن الكريم أساسا أنتم باعترافكم قلتم أن علي أخفى روايات الولاية أو آيات الولاية. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية يا أخوانا، النقطة الثانية، ما أنت هتيجي تقيس كده الأحاديث على القرآن. طب القرآن ما فيهوش الحاجات ديت وأخفى علي بن أبي طالب، يبقى تسأل حديث على إيه؟ يبقى الأحاديث كلها بطلت. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية يا أخوانا، آية الولاية، آية الولاية يا وليد إسماعيل، آية الولاية يا وليد إسماعيل، نساها علي، نساها علي، نساها يا أخوان، علي نساها، نساها، نساها في القرآن المحرف، علي نساها يا أخوان. ما هو دلوقتي إحنا في إشكالية كبيرة، ركزوا معايا. إما أن يكون تركها علي عمدا، وإما أن يكون نساها، لن تخلو من اثنين. صح؟ لن تخلو من الاثنين دول، إما أن يكون علي نساها وما رمهاش مع القرآن اللي مع المهدي، وإما تكون علي بن أبي طالب تركها عمدا. إن ترك علي بن أبي طالب عمدا آية الولاية، فلماذا لم يترك باقي آيات الولاية؟ لماذا لم يترك باقي آيات الولاية؟ يعني إذا تركها عمدا لماذا لم يترك باقي آيات الولاية؟ دي النقطة الأولى. إذا علي بن أبي طالب نساها، إذا علي بن أبي طالب نساها، يبقى قد طارت العصمة، كل سنة وأنتم طيبين، يبقى كده كل سنة وانتم طيبين. صحيح ولا مش صحيح؟ المهم ما لهاش حل، حاجة من الاثنين، يكون نساها يا إما يكون تركها عمد. لو تركها عمد ولم يرسلها مع المهدي، إذا لماذا لم يترك باقي الآيات؟ إن نساها راحت العصمة. دي بطيخ صحيح. والله دي بطيخ، دي بطيخ، دي بطيخ، والله دي بطيخ، دي ما تعرفش اوله من اخر. كل واحد يجي يقول لك الكلمتين اللي في نفسه مش اللي موجود في الكتب. يعني واحد نفسه عليه ابن ابي طالب يبقى كذا يجي يقول لك، واحد نفسه عليه ابن ابي طالب يبقى كذا يجي يقول لك برضه. الله المستعان. ما هو حاجة من الاثنين، يا إما نسيت، يا إما تركها عمدا فلماذا لم إيه يترك باقي الآيات، وإما أن يكون نساها في القرآن الكريم. لا إله إلا الله محمد رسول الله.
عقيدة واهية والله، والله عقيدة واهية، حاجة غريبة يعني، حاجة غريبة.